السلام عليكم، معكم عثمان رحموني مؤسس الموقع الإلكتروني govbenin.com. قمت بإنشاء هذا الموقع ليكون أداة في يد جميع المواطنين باش يعطيو رأي ديالهم حول مؤسسات الدولة العمومية والمسؤولين وموظفي الدولة. أي مواطن يمكن له يمشي للموقع govbenin.com، يختار البلد ديالو ويقلب على المؤسسة ولا الموظف العمومي اللي باغي يعطي الرأي ديالو فيه. خاصو يتكونيكتا بحساب فيسبوك ديالو ويكتب تعليق تلخص الرأي ولا الملاحظات ديالو ويعطي نقطة بين 1 و10. أبدا، كل مستخدم عنده الحق يختار أثناء التسجيل واش يستعمل الاسم الحقيقي ديالو ولا يختار اسم مستعار. السبب الرئيسي لطلب المستخدمين باش يستعملوا الفيسبوك هو باش نحدوا من المستعملين المزيفين ولإعطاء مصداقية للموقع. الجميع كلهم، أي مؤسسة عمومية وأي موظف اللي تتخلص في الخط شهر فلوس الدولة اللي جاية من الضرائب اللي تخرج من جيوب المواطنين. كمواطن عندك الحق باش تعطي الرأي ديالك وتقيم الأداء ديال أي موظف عمومي، من الموظفين اللي تتعامل معاهم بطريقة مباشرة بحال كوميسير، مدير ديال مدرسة عمومية، مقدم ولا موظف الجامعة الحضرية، حتى الوزراء، البرلمانيين، ولا القودات إلى آخره. واش دايرين خدمتهم؟ واش انت راضي على مردودية العمل ديالهم؟ شكون هما اللي نازهين ومعقولين ومخلصين في العمل ديالهم، وشكون هما اللي فاسدين مستغلين وغير مؤهلين؟ بهذا الموقع يمكن لينا نعرفوا شكون هما الاولين ونزيدوهم في المسؤوليات وشكون هما الثانيين باش يتحيدوا ويخلوا بلاصتهم الناس اللي باغيين يخدموا البلاد. لأنني مغربي قررت باش نبدا هذه المبادرة في المغرب، والموقع متواجد حاليا بالمغرب باللغة الفرنسية والإنجليزية، وحنا خدامين لزيادة النسخة العربية قريبا إن شاء الله. من بعد عوا نطلق الموقع في كل بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المستقبل القريب، وأمنيتي يكون govbenin في كل بلدان العالم. هدف govbenin هو خلق مزيد من الشفافية في المؤسسات الحكومية ومزيد من المسؤولية عند موظفي الدولة. تنظن بأن هذا الموقع غادي يعطي قوة وسلطة لأصوات وآراء المواطنين، الشيء اللي ممكن إلا يحسن مستوى الخدمات العمومية وطريقة تسيير مؤسسات الدولة. في نفس الوقت يكون أداة لمحاربة كل أشكال الفساد الإداري والسياسي. مع إطلاق الموقع في المغرب أنا محتاج لمساعدتكم كلكم لإنجاح التجربة. عندي 3 ديال الطلبات. الأولى، ساهموا في نشر الفيديو مع جميع أصدقائكم وعائلاتكم وشرحوا لهم علاش خصهم يستعملوا govbenin. ثانيا، ساهموا بإضافة المزيد من المؤسسات والموظفين العموميين اللي تتعاملوا معهم في المدن ديالكم واللي ما موجودينش في الموقع. ثالثا، طبعا استعملوا الموقع وشاركوا بآرائكم سواء كانت سلبية ولا إيجابية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله.